من بين الجمعيات الاجتماعية والطبية التي قدمت الكثير للفئات الهجة والمعوزة بولاية وهران، وما جاورها جمعية طلال القلب المفتوح التي واكبت الحالة القصوى التي تعيشها الجزائر جراء انتشار جائحة الكورونا، من خلال تكفلها يوميا بتقديم الوجبات الباردة لعمال الصحة والشرطة الذين يتصدون لهذا الوباء في الصفوف الأمامية، لتنعكس أصول التضامن الوطني في الأزمات والنكبات، كما تسهر على توفير الأدوية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة. في هذا السياق يصرح رئيس الجمعية السيد شتوان عبد القادر في ميكروفون الأوراس. معكم السيد عبد القادر شتوان، جمعية القلب المفتوح، جمعية طبية صحية التي تتكفل بالأطفال المصابين بأمراض القلب وكل المحتاجين والمعوزين. كما تشوفوا رانا في المكتب في المبادرات الخيرية. النشاطات احنا الأولى نطلبوا ربي إن شاء الله يرفع علينا هذا البلاء، رانا في مصيبة وابتلاء، ربي يرفع علينا البلاء إن شاء الله، وإن شاء الله ننتصر عليه بإذن الله. رانا خصصنا برنامج تاع مبادرات، رانا كما راك تشوفوا في المكتب رانا عندنا بدينا نديروا توزيع وجبات باردة على رجال الأمن اللي راهم ساهرين علينا في الليل، والأطباء والممرضات والأعوان الأمن تاع مستشفى جامع وهران. كما قلنا لكم سطلنا برنامج كما نقولوا تضامني وإنساني، وهذا واجب وطني، هذا واجب وطني. كما عودت الجمعية لالاقة المفتوح عندنا عدة نشاطات خيرية وتضامنية وصحية. رانا الحمد لله الأولى جو لو ميرسي مسيو الوالي السيد عبد القادر الجلاوي اللي راه سهر على قدم وساق لحماية وتضامنا مع الشعب الوهراني خاصة والشعب الجزائري. خسرنا برنامج توزيع الأدوية بالمجان حسب الوصفة الطبية لمرضي كرونيك، المرضى المصابين ورانا نوصلهم حتى للدار وكاين اللي يجوا هنا. ودرنا رانا دايرين خرجات ميدانية، درنا خرجات ميدانية للتعقيم، اللي نشكر السيد مدير مندوب قطاع مقراني، درنا ثلاثة تاع لي زوبيراسيون حي مارابال، ودرنا حي سان بيير، ودرنا حي عمارة لوريروس. ونشكر الثاني هذا محسن، هو اللي شرى مواد التعقيم افيك الجروب تاعه بينيفول. رانا الحمد لله درنا عدة أحياء، درنا عدة أحياء الحمد لله. وكما قلنا لكم رانا ثاني راه عندنا اون فيكيل تاع 15 بلاص، رانا ندورو في الليل نوع والشام، ورانا ما منوصلو لي زانفيرميير ولي شبه الطبيين، شبه الطبيين والاطباء اللي يسكنوا بعاد، رانا نوصلوهم بالفيكيل تاعنا. بسم الله نعطي النداء الاولى للسكان ولايه وهران، سكان ولايه وهران خاصه وسكان الوطن الجزائري عامه، مرحمه الوالدين، مرحمه الوالدين، التزموا ببيوتكم، رانا في الحجر الصحي الجزئي باش ما يروحش الكامل، قعدوا في بيوتكم جزاكم الله كل خير، وما باش سهلوا العمل للاطباء اللي راهم والشرطه الامن اللي راهم ساهرين علينا جزاهم الله كل خير. الامن تاعنا راه حنا راكدين في ديارنا وهما راهم خدامين يدوروا علينا مساكين، راهم ريسكين بعمارهم يدوروا يدوروا، حنا ماذا بينا سكان ولايه وهران التزموا ببيوتكم، هذه الزله واش تفوت ان شاء الله، ان شاء الله راه يبعد علينا هذا البلاء. الله يعطيك الصحه. C'est le glycophage là. Voilà. Ça a approuvé.